اسمي مها، في الصف الخامس، عمري 10 سنوات. العام كنت أصوم رمضان نصه، وهالسنة بإذن الله بصومه كله. لما أشوف واحدة تبي تشرب ونسيت إنها صايمة أذكرها، وما ألعب وايد في المدرسة عشان ما أكون عطشانة أو يعانة. الله أكبر. أحلى شيء في رمضان لما نروح نشتري جلاليب مع عمي، لما نروح السوق أمي اختارت لي هالجلابية، ولما ناكل في الفطور أحلى شيء يكون الثريد والهريس والجيمات. لما أمي ترجع البيت بترقد، بعدين إحنا ما نسوي صوت، بعدين نسوي كل شيء عنها. أحب أساعد أمي في المطبخ، مرة أساعدها في السمبوسة، مرة أساعدها في العصير، ومرة في السلطة والقيمات، في بعد وايد أشياء ثانية. إني أسوي خرز وأكتب عليهم رمضان كريم وأوزعهم على صديقاتي وخواتي وعماتي، أو أحيانا أسوي حق أمي بعد. أول شيء أسويه في رمضان إني أسوي الواجبات اللي علي. أنا أتوضى وأصلي وأقرأ قرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كل يوم نتجمع في بيت جدتي وناكل هناك ونفطر ونتسحر بعد. أحب أكل أمي وأحب أكل جدتي.